نامت؟ اه نامت. الحمد لله. بص يا بابي، انت هتنام على سريري وانا هنام جنب نور، بس بليز بقى بلاش تصفر وانت نايم. حاضر، مش هصفر. اه صح، ثانية واحدة. مامي كانت قايلة لي اشيلهم في دولابي الصيف اللي فات. ايه ده؟ امال ليه نجوى قالت لي شحتتهم؟ انت عارف مامي عمرها ما رمت حاجة من حاجتك. ماشي يا نجوى. ودي شوكولات كنت مخبيها عشان اكلها الصبح. يا حبيبه قلبي، انت ما بتحرميش. ميرسي يا ستي، بس خليها لك. بابي بحبك قوي، انا نفسي الحرمية يجي يسرقك كل يوم. ايه الحب اللي كله بهدله ده؟ انت بابي صحيح انت ما بلغتش البوليس؟ وانا لحقت، وبعدين كنت اروح لهم ازاي باللي انا كنت لابسه ده؟ كانوا يقولوا عليا مجنون. أنا اللي شايل همه فعلا دلوقتي أمك، لو قفشتنا هتطربق الدنيا علينا حتى تلاتة. لا ما تقلقش، إحنا سايبين نور الصلاة والا. مش فاهم، إيه نور هيجي يوشوشنا يعني لما يسمع رجليها؟ لا مش هيوشوشنا، بس مامي أول حاجة هتعملها في حياتها أول ما تصحى هتطفي النور. يعني أنا كل المرات اللي كنت بتخانق معاكم على النور، أنتوا كنتوا عاملين قصد؟ يا أشقياء. يلا يلا خش نام، يلا. تصبح على خير. حرك من أهل. تيجي نروح ننام جنبه. يلا يلا. انتوا الاثنين هتفطسوني.